أستاذ عبد العزيز، أنت قدمت الشخصية التقليدية البسيطة اللي في نماذج كثير من هذا النوع. هل كانت الشخصية كذا مكتوبة ولا أنت أضفت عليها؟ لا والله، النص كان مكتوب بحرفية جميلة بروعة المؤلف وكتاباته اللي ما بين السطور، ولكن في بعض الأشياء أو في المشاهد يعني يبغى لها تبهير أو تلوين، فكان هذا حسنا في الماضي، فكنت أتذكر بعض الأشياء، فكنت زي ما تقول أطعم بعض المشاهد بعض الحوارات بأشياء ولامني على الحك الواجد. قال لعد تحك ما حك يتحك حك، وإن ربعنا أول مسواك يا مسواك يا يحك رجله يا يقطع شقوق رجليه. لا لا, لا ريم ليه من المسواك، سالفة المسواك خلوها عندي. لا أي لا لا, لا, لا تقولها بالحلال. فبلشت براكور الحركة، فما عاد اقدر وش اسوي، هل اني حاط المسواك ولا شايله ولا حك رجلي ولا، لكن العمل كان له اريحيه، كنت اتعامل معه بسلاسه، سلاسه الماضي اللي عشته انا بالذات يعني في حقبه معينه في مكان معين في مكان معين. مره قلت انت وصرحت انه الشخصيه هذه انت لاقتها من ابوك. طبعا طبعا طبعا، بعض اللمسات الجميلة اللي كانت موجودة فيه الله يغفر له ويرحمه. الله يغفر له الله يرحمه. أي والله، وجميع أمهات المسلمين يعني قدرت أخذها وكانت موجودة بالفعل يعني. ف إيه بس ما كان الله يرحمه بعد يلعب بالمسواك بالطريقة المزعجة. أبوك ولا أبوي أنا؟ والله العظيم